بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في المحاضرة النهاردة بالبيزك ابتيمولوجيكال كونسبت. النهاردة هنتكلم عن الابتيمولوجي، علم الأوبئة، وهو دراسة الصحة في المجتمع علشان نفهم الأسباب والأنماط المرتبطة بالصحة والمرض. بالنسبة للابتيمولوجي، تم اعتبار ان علم الابتيمولوجي او علم الأوبئة هو أساس صحة المجتمع. فإذا كان الطبيب مختص بصحة الأفراد، فطبيب الصحة العامة مختص بصحة المجتمع ككل. هنتكلم على الدياجنوز. إذا كان الطبيب علشان بيشخص المرض بياخد الهيستوري طبعا بتاع المريض، وبيعمل له الاكزيمينيشن المطلوب، وبيطلب انفستيجيشن اللي محتاجها. برضو هنا نفس الخطوات اللي بنتبعها في تشخيص مشكلة او مشكلة صحية عامة، وهي اننا بنعرف الهيستوري بتاع الامراض الشائعة اللي بتأثر على المجتمع، وبنشوف الفحوصات المطلوبة لافراد المجتمع، ونبدأ نفكر في الايه، في التشخيص. هنا بالنسبة للتريتمنت، برضو هنتكلم ان اي طبيب بيحاول يعالج المرض ويمنع مضاعفاته. وعلشان نطبق ده على مستوى المجتمع، في حاجات اسمها Prevention and Control Measures لازم نتبعها، وهنفهمها بالتفصيل قدام. هنا هنقول ايه معنى الصحة. الـ WHO منظمة الصحة العالمية عرفت لينا معنى الصحة كالتالي: It is a state of complete physical, mental and social being and not merely the absence of disease. معناها هنا حالة من تمام العافية البدنية والعقلية والاجتماعية، وليس فقط الخلو من المرض. طيب، عايزين نتكلم بقى هنا عن الجود هيلث. يعني عشان اقول ايه هي الجود هيلث، لازم تتضمن ثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول اللي هم: اول حاجة الفيزيكال والبينج، يعني صحيح جسمانيا من حيث بناء الجسم ووظائفه. تاني حاجة منتال والبينج، اللي هو يكون متزن نفسيا وفي مود حلو. تالت حاجة السوشيال والبينج، يعني هنا هيكون متكيف مع عادات وتقاليد المجتمع، وقادر يتعامل مع الناس كويس. على الناحية التانية هنا هنلاقي الباد هيلز. ايه هي الباد هيلز؟ هي عكس كل اللي قلناه قبل كده. من ناحية الفيزيكال هنلاقي عنده مشكلة في جسمه، إصابة مثلا. من ناحية المينتال هنلاقي فيه مشكلة نفسية أو عقلية. من ناحية السوشيال هنلاقي إن الشخص بيكون رافض مجتمعه ومش قادر يتكيف معاه. وطبعا الباد هيلز ده معناه إن هو بيكون عنده واحدة من دول، الفيزيكال أو المينتال أو السوشيال، مش لازم يكون إيه التلاتة. هنا هنعرف الديزيز. الديزيز is abnormal condition that affects a person and causes disorders of structure or function. يعني ايه؟ حالة غير طبيعية بتأثر على الشخص وبتسبب له بتسبب مشكلة تركيبية او وظيفية. وهنا بيكون علم الابديمولوجي مختص في الاساس بتوزيع ومحددات الامراض المعدية والايه والغير معدية واي مشاكل صحية اخرى. باختصار، اي مشكلة صحية بتحصل كالتالي: التعرض للمسبب exposure to the cause، وبعد طبعا الاكسبوجر بتبدأ تبان اعراض المرض، وفي حالات بتكون كامنة. بعد كده بنوصل لمرحلة التعامل مع المرض، واخر مرحلة بنوصل لها اما الشفاء او الموت، recovery or death. هنا هناخد حاجة بالتفصيل. exposure to the cause، المسبب ده ممكن يكون مرض معدي زي فيروس الانفلونزا، وفي الحالة ديت الشخص بيكون معرض للمرض بسبب نقص المناعة
او بيكون مقاوم للمرض ويتغلب على الانفكشن، او يكون المسبب هنا مرض غير معدي زي الاشعاع مثلا الراديشن، والشخص يتعرض له بكمية تأذيه او بيحمي نفسه. فيه مثال للأزر هيلث بروبلم زي مثلا لو عندنا سلالم مكسورة والشخص يهملها طبعا، فبيقع وايه ويتعرض لكسور، او بيحافظ وما تحصلوش ايه اي مشاكل. الافتر اكسبوجر في وقت طبعا بيعدي ما بين التعرض للمسبب وبين حدوث المرض. الوقت ده بيتراوح بين hours or days، ده زي في حالة العدوى بميكروب، ودي بتكون فترة حضانة الميكروب، او يكون الوقت ده months or years زي في حالة التعرض لمواد مشعة بتظهر المشاكل بعدها بسنين، او الوقت ده بيكون ثواني a few minutes زي اللي بتحصل له حادثة وفي ساعتها بتظهر ايه المشكلة. تالت حاجة هنا البروبر هيلث مانجمنت، وده بيكون عن طريق تشخيص كويس وعلاج على حساب او على حسب التشخيص. تمام. رابع حاجة ودي اخر حاجة اللي هي ريكفري اور ديس، وفعليا هنا بيكون لازم نكون عارفين ان في مرحلة في النص، يعني مش شرط شفاء تام او موت، لكن ممكن يحصل بعد العلاج اعاقة تفضل ملازمة الشخص ده. طبعا الشكل ده بيلخص كل اللي قلناه. لو جينا من ناحية الشمال هنا هنلاقي بيتبين لي ايه المشكلة الصحية اللي ممكن يتعرض ليها اي شخص، وهي حاجة من ثلاث حاجات، اما ميكروب اللي هي الكوزتيف ايجن، او مادة ضارة يتعرض ليها الهازارد ماتيريالز، او حادثة اكسيدنت. الشخص ده هيكون اما مقاوم للمسبب، تمام، وده هيفضل في تمام الصحة، او هيتأثر بالمسبب ويحصل له المرض، وطبعا هنتجه لمين؟ للعلاج، ونتيجة العلاج هيبقى اما شفاء او اعاقة او يفضل مريض ويموت. بالنسبة للناتشرال هيستوري اوف ديزيز اور هيلث بروبلم، بعد حدوث المسبب عندنا احتمال من 4 دول. زي ما اتفقنا قبل كده الشخص مقاوم ومش هيحصل له حاجة يبقى نو ديزيز، يا اما الشخص هيتأثر بالمسبب ولكن هيفضل مش باين عليه الاعراض فترة، وهي ديت هتبقى البري كلينيكال فيسز. الاحتمال الثالث هيدخل في الكلينيكال فيز ويبان عليه اعراض او علامات المرض، وبالتالي هيتلقى العلاج، وزي ما اتفقنا قبل كده بعد العلاج اما كومبليت ريكفري او هانديكابت يفضل عنده اعاقه او ديس او الموت. ثانك يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.